قبل قليل انتهت الزيارة لحسين هرهرة من قبل زوجته وبناته، وكان الوداع الأخير. ساعة غضب أخذته إلى لآخره. حجم الألم كبير لزوجته وأطفاله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أنت وحدك الشاهد والعالم بما تخفي الصدور، وأنت يا الله سبحانك بيدك المحيا والممات، وكل رقبة على هذا الكون أجلها بيدك، والأمر لك وإليك من قبل ومن بعد. وتعلم مولاي أني مؤمن أن أجلي وقدري مكتوب عندك بالساعة والدقيقة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأقسم باسمك العظيم أني لم أكن أعرف بأن في السيارة الطفلة البريئة حنين إبراهيم البكري وأختها. أسأل الله أن يرحم الحورية حنين، وأن يجعلها شبيهة لأهلها وستر وحجاب من النار. وأنني لم أعلم إلا بعد هذا الحادث من في السيارة المال هو الحزين، فقد كنت صايم بهذا اليوم الفضيل يوم عرفة على قرب ساعة من الأفطار. كما لكني الغضب بسبب شجار ومهاترة مع والدها، ودفعني الشيطان لا حمل السلاح وضرب السيارة. وأقسم باسمك الكريم أن مقصدي لم يكن إلا ألحاق ضرب السيارة فقط، ولم ألاحظ وجود الطفلتين فيها. وأقسم بالله بأنني لم أعرف الأخ إبراهيم البكري إلا من هذا الحادث، وليس بيني وبينها أي مشاكل مسبقة. اللهم أن قدر الله جمعنا، اللهم أن قدر الله جمعنا بساعة غضب، ونزغ الشيطان بيننا، ووقع ما وقع، وصار الأمر الجلل والمصاب الذي فطر قلبي قبل قلب أبوها. وقلب كل من شاهد وسمع هذا الحادث الأليم والمحزنة، وأنني أول ما عرفت بإصابة الطفلة في السيارة بادرت إلى تسليم سلاحي ونفسي للأمن. وكما أني أسف لمن أساء إلي بمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وغيرهم أظهروني بأني مجرم وسفاح ومطلوب خطر، مع أن ما حصل قد ربما يحصل لأحدهم في مثل وضعي هذا، وكان الأول أن يحمدوا الله مما وقعت فيه، وابتلاني الله بساعة غضب وذهاب عقل كتبها الله علي بسابق علمه ومحكم قدره. وحصلت مني ولا أعلم أن ضحيتها طفلة بريئة كانت ضحية مشاجرة عارضة بيني وبين أبوها، نتج عنها هذا الحادث الأليم المحزن الذي أسأل الله العلي القدير أن يطهرني منه ويعفي عني. وأعلم أن مصابي ومصاب أبو الطفلة وأمها وأهلها وكل الناس عظيم وجلل، لأني أب ولدي يا بناته، وأعلم مشاعر الأبوه وحرقة الوالد على بناته وأولاده. أطلب السماح من أبوها الأخ إبراهيم البكري ومن أهلها جميعا على هذا الألم والحزن الذي كنت سبب فيه بغير قصد وتعمد مني، وكذلك أطلب السماح من أهلي ومن كل من يعرفني، وهذا التسجيل الصوتي مني حتى يعرف كل من تهجم علي أو قال عني شيئا وهو لا يعرفني شخصيا وقال بي ما قال من الكلام الذي لم ينزل به الله من سلطان. وهذا التسجيل مني للأخ إبراهيم البكري وللرأي العام، ليس الغرض منه إلا بيان حقيقة ما حدث، ويعلم الله أنه ليس استعطاف الكرم الأخ إبراهيم البكري بالعفو والصفح عني، إن كان تنبيه حكم المحكمة يهدي نفسه ويطمئن قلبه فله الحق في ذلك، كما لي الحق ببيان حقيقة تبيين حقيقة قصدي وأمري. وأن تكرم عني بالعفو والصفح لله وابتغى مرضاته فقد أحيا نفسا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأعلم أن قدري مكتوب بيد الله ومسلم له بما كتب علي وقدر لي، والحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار، وهو حسبي ونعم الوكيل، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخوكم حسين محمد حسين فنهر راح سجن المنصورة المركزي. هذا اليوم الخميس. السلام عليكم يا بابا إبراهيم، أنا عارف إنك حنين بتلح بتعطي ألعاب، فكنا ندخل أبي ومن يشترينا أكل، من يودينا المدرسة، يشترينا ألعاب، فكذا الله يدخل الكل بتلح بتعطي ألعاب،
فكنا ندخل أبي وما يشتري لنا أكل.